السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله راح نكمل محاضرتنا على الكومبليت دنتشر، المحاضرة الخامسة. كومبليت دنتشر امبريشنز هي محاضرتين، فبالمحاضرة السابقة أخذنا شنو الستوك تريز وشنو السبيشال تريز اللي حنستخدمها حتى ناخذ طبعا للبيشنتس. فإذا الدنتال امبريشن شنو هي؟ الدنتال امبريشن هي نيجاتيف امبرنت اوف اورال ستراكشر. إذا احنا من ناخذ طبعا راح ناخذ شيء عكسي الاورال ستراكشرز اللي موجود، كل الستراكشرز اللي موجود بالاورال كافيتي. هاي راح ناخذها حتى شنو؟ حتى نصبها ونطلع كاست. من حنطلعها تكون الكاست هي عبارة عن البوزيتيف ريبليكا اوف ذا ستراكشرز. طبعا هاي ليش نسويها؟ يا ما نستخدمها to be used as a permanent record or in the protection of dental restoration or prosthesis. إذن هاي طبعا راح نستخدمها حتى شو نسوي؟ حتى نسوي للتخم للpatients، أو طبعا مرات نستخدمها حتى إذا أريد نسوي لبريج أو إيش. ففي حالة complete denture، complete denture impression it's a negative registration of the entire denture bearing stabilizing and seal area of the entire the maxilla or the mandible. احنا من اخذنا الانتوميكال landmarks قلنا شنو؟ قلنا عندنا limiting structure, supporting structure, relief areas. فهنا احنا لازم ناخذ كل هاي الانتوميكال landmarks اللي مهمة بالنسبة لنا حتى شنو؟ حتى نطلع للpatient شنو؟ نطلع نسوي له denture, accurate denture. ف بالتعريف مال impression for the complete denture هي لازم شو نطلع؟ لازم denture the entire denture bearing stabilizing and seal area. اوكي طبعا ال objectives of impression making، احنا من دريد ناخذ طبعا ال patients عندنا objectives لازم نحصلها حتى شنو؟ حتى نسوي له denture صحيح. لازم نحصل على retention, stability, support for denture, aesthetic also is important, and finally preservation of the residual alveolar ridge and soft tissue. إذا هاي الأوبجكتيف لازم كلها موجودة من ناخذ طبعة للpatient مالتنا. هسه راح ناخذها واحدة واحدة حتى نعرف شنو شغل كل واحدة. Rotation شنو تعريفه؟ is the resistance of the denture to remove from the mouth by resisting displacement forces at right angle to the occlusal plane. إذن أي شيء يمنع لي displacement of the denture، أي شيء يمنع لي displacement of the denture out from the mouth، يعني عكسها، يعني في شيء يسحب ال denture يطلع من مكانه، هذا شو نسميها؟ هاي نسميها retention. okay but it must be at a right angle to the occlusal plane. ايش راح يمنعني انه يرفع الدنشر من مكانه؟ هذا حنسميها، هذا حنسميه retention. اوكي الاستابيليتي شنو؟ stability is the quality of the prosthesis to be firm, steady or constant to resist displacement by functional horizontal or rotational movements. اذا هنا راح يكون شنو؟ حيكون ثباتيه الدنشر تعتمد انه يمنعني شنو؟ يمنعني حركه right left اوكي by functional horizontal or rotational movement، او ما يتحرك كانه ما يصير عندنا شنو؟ ما يصير عندنا rotation rotational movement بالدنشر. هنا ايش حنقول؟ حنقول الدنشر is stable لما ما يتحرك شنو؟ right left او تجيني ال functional horizontal forces. المهم اللي بالروتيشن هو شنو؟ retention هو شنو؟ هو علاقة شنو؟ علاقة denture base to the underlying soft tissues. While the stability، ال stability شنو المهم به؟ is the relation of the denture base to the underlying bone. طبعا this relation may be constantly changing. إذا retention حيكون مهم وين؟ في وقت it will hold the denture when it's at rest. While stability شو وقت تكون مهمة؟ راح تسوينا resistant displacement motion when the force is applied to the teeth over a limited area. إذا retention حيكون مهم ما عندي at rest، والstability motion من عندنا اكو function. support احنا اخذنا اللي قلنا شنو هو؟ is the quality of process to resist displacement from the denture supporting foundation area. كل ما نغطي مساحة سطحية اكثر كل ما يزداد السبورت. طبعا السبورت يعتمد على شنو؟ على نوعية البون والتشو شنو نوعيته. فقلنا شلون بالبوكاكشلف اريا كومباكت بون
and it's covered by with شنو with fibrous connective tissue. فإذا الروتينشن شو نحصله هو علاقة الدنتشر بيس بالسوفت تيشو. الستابلتي هو علاقة الدنتشر بيس بالشنو بالبون. وهذا سبورت is the denture base with bone and soft tissue. هذا كل اللي شنو له علاقة بالروتينشن والستابلتي والسبورت. زين احنا قلنا الاوبجكتيف الباقيات اللي شنو هي الاستاتيك والبريزرفيشن of the residual region. الاستاتيك شنو المهم عندنا حتى نرجع الاستاتيك؟ احنا هنا ايش فقدنا؟ فقدنا بون وفقدنا شنو وفقدنا الاسنان. فطبعا اللبس دائما شنو اللي يعطيه سبورت؟ حيعطيه سبورت التيث والالفيولار ريج. بعد ما يفقد البيشنت الاسنان ايش راح يصير عندنا؟ راح يتغير لنا شكل البيشنت، يصير عندنا دروبينج، وحتى الفيشل هايت راح يقل. فاحنا من دي نسوي دنتشر للبيشنت ايضا حتى رجع للاستاتيك عن طريق شنو؟ عن طريق الدنتشر بالفلانج مالتنا حنسوي سبورت، وايضا شنو؟ وايضا بالاسنان. فهنا شنو اللي قلنا؟ border thickness should be varied with the need of each patient in accordance with extent of residual ridge loss. هنا أنا حتى شنو الفلانج مالتنا مال دنتشر والبوردر حيعوضنا شنو؟ حيعوضنا الجزء المفقود من الريزيوال الفيولار ريج. طبعا الفيستيبيولار فورنكس اللي واخذنا من منطقة الفيستيبيول should be filled but not over filled to restore the facial contour. حتى رجع دور مال البيشنت مالتنا. آخر الأوبجكتيف اللي هو شنو هو بريزرفيشن أوف ريزيوال الفيولار ريج أند سوفت تيشو. إحنا من نفقد الأسنان إيش راح يساعدنا؟ راح يساعدنا ريزوربشن. ليش؟ لأن الأسنان وجود الأسنان إيش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا فيزيولوجيكال ستيموليشن حتى شنو؟ حتى ما يصير ريزوربشن. فإحنا من فقدنا الأسنان هذا الستيموليشن راح يروح، بس إذا سوينا دنتشر وكان أكيوريت راح يبقي جزء من هذا الستيموليشن اللي حيقلل لي الريزوربشن للبيشنت. فإحنا من نسوي ريستوريشن للبيشنت أيضا إيش راح نسوي؟ راح نسوي بريزرفيشن أوف ذا ريمينينج residual alveolar ridge and the soft tissue. طبعا بالنسبة للإمبريشن مالتنا مثل ما قلنا قبل عندنا primary impression وعندنا final impression. طبعا primary impression شنو هي؟ It's also a negative likeness made for the purpose of diagnosis, treatment, planning, or fabrication of a tray. إحنا قلنا مرات نستخدم الستوك تري بس ما راح تطلع لنا تكون accurate، فنستخدمها حتى شنو؟ حتى نسوي special tray. أو إحنا مرات نأخذ the primary impression حتى شنو؟ حتى نشخص الحالة أو حتى نحدد طريقة العلاج. طبعاً it's the first impression made for the patients and from which the study cast was poured. إذا هنا أنا راح نصبها إيش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا الكاست اللي هي شنو هي؟ نعم ما راح تكون نيجاتيف، راح تكون بوزيتيف ريبليكا، يعني كأنه ما عندنا يعني الأورال كافيتي مال البيشنت اللي هو الريزيوال ريج والسبورتنج ستركتشرز كلهن. فهنا أنا حنطلع استادي كاست. طبعا for the upper stock tray the posterior border of the tray should cover the maxillary tuberosity الهاميلار نود. شوف هنا راح نغطي كل اللي قلنا شنو هو الاناتوميكال نود ماكس اللي مهمة. و anterior leak should include the anterior alveolar ridge. For the lower stock tray posteriorly should cover the whole area of the retromolar pad area and anteriorly include the alveolar ridge. إذا هنا راح نغطي كل anatomical landmarks اللي أخذناهم حتى بالmaxillary والmandibular arch. material اللي راح نستخدمها حتى for making the primary impression يا ما impression compound إحنا هذا نحكي complete alginate or rubber base material. ورا ما أخذنا الطبعة راح نصبها إيش راح نطلع؟ راح نطلع شنو؟ راح نطلع الـ primary cast or study cast. okay it's a cast formed from the preliminary impression used for diagnosis or the fabrication of an impression tray. يعني بعد ما أخذنا الـ primary impression راح نصبها نطلع الكاست. هاي الكاست نسميه إحنا study cast, primary cast or diagnostic cast.
هاي الكاس راح نستخدمها ايش راح حتى نسوي شنو؟ حتى نسوي سبيشال تراي. اوكي، من سوينا السبيشال تراي ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ سكندري اور فاينل امبريشن. اوكي، احنا من راح ناخذها هنا ايش راح نسوي؟ حتى نسوي له شنو؟ حتى نسوي له بروسيسز. فاذا اذا نيجاتيف لايكنس or registration of the entire denture bearing, stabilizing area and border seal area of the mandible or the maxilla for the purpose of fabricating a prosthesis. إذا هنا الفعل نبشم راح ناخذها مش حتى نسوي له البيشنت، حتى نسوي له prosthesis اللي هو denture. فعادة it's made with a special tray and it's used for making the master cast. هنا الكاس من راح نصبها بعد ما اخذنا الطبعة ايش راح نسميها؟ راح نسميها master cast. هنا كش قلنا؟ study or diagnostic or primary cast. طبعا عادة الماستر كاست نصبها بستون، يعني ستون اقوى يتحمل، بعدين راح نعرف ليش ستون نحتاجه. والبرايمري نصبها عادة شنو؟ نصبها عادة ببلاستر. احنا بالمختبر صبينا بستون، كأنما شنو؟ كأنما فاينل. فإذا الماستر كاست هي شنو؟ هي It's a replica of a tooth surfaces, residual ridge and other parts of the dental arch and our facial structures used to fabricate dental prosthesis or restoration. إذا هنا من راح نسويها هاي الماستر راح نستخدمها حتى شو نسوي؟ يا أما نسوي له prosthesis or restoration. طبعا الماتيريال used for the final impression يا أما نستخدم zinc oxide original impression material، مرات نستخدم alginate impression plaster elastomers اللي هي البوليثر بوليسلفايد أو السيليكون، أو مرات نستخدم الواكسز. طبعا احنا من بدنا ناخذ الفاينل امبريشن اكو عندنا طرق، هاي التكنيكس اللي راح نستخدمها حسب الحالة مالتنا ان شاء الله هاي بعدين نعرفها. فيا اما ناخذ امبريشن تكنيك احنا نسميها الماكوستاتيك امبريشن تكنيك، اللي هنا ما راح نسلط اي بريشر على الـ area، أو ماكو compressive or functional impression هنا لا احنا راح نسلط pressure or يسمون close mouth technique، أو شوف هنا selective pressure نسوي pressure على مناطق معينة من ناخذ الطبعة للpatients. فهذني techniques حتى شو نسوي بهنا بس final impression ده نحكي احنا مو primary. طبعا احنا ورا ما ناخذ الطبعة مالتنا نريد نصبها، من نريد نصبها للطبعة مثل ما تشوفون بالصورة، يعني طبعا احنا ماخذيها لشنو؟ للليميتينج والسبورتينج ستركتشرز. فاحنا ما نريد نصب الطبعة لازم اكو عندنا بيس. فهنا بالكمبليت عادة شنو نسوي عملية هاي احنا نسميها البوكسينج، ان انا حتى نحوطها لدائر مدايرها لل الامبريشن مالتنا، وحتى ما ننصبها تطلع لنا طبعا ويا شنو؟ ويا البيس مالتها. فنسوي هاي شنو؟ هاي العملية نسميها البوكسينج. فمن التعريف مالتها شنو؟ It's the enclosure of an impression to produce the desired size and form of the base of the cast and to preserve the desired details. إذا احنا حتى نطلع طبعة بها بيس واحنا نحصل على كل شنو؟ على كل الديتيلز اللي احنا ماخذيها بالطبعة. طبعا البوكسينج can be used for primary and final impression for the complete denture، عادة تنسوي بس بالcomplete denture. طبعا ما نقدر نخلي نستخدمها في حالة انه سوينا طبعا بالالجينيت، لان ايش راح يسوي؟ راح عندنا distortion، لان الالجينيت لازم رأسا نصبه ان شاء الله حتاخذوها بالdental material. اذا انا ليش دا اسوي هذا البوكسينج؟ دا اسويها حتى شنو؟ حتى تسهل لي عملية الصب to facilitate pouring the impression with the plaster or stone، لان حتى فتشي حيكون داير مداير الدنشر بيرنج والسبورتنج ستركتشر مالتنا والليمتنج ستركتشر، produce the desired size and form of the base حتى ما تكون لا كل كبيرة ولا صغيرة، thickness of the cast حيكون صحيح، والديتيلز مالتنا and borders of the impression راح تطلع كلها، لان مرات اذا ما نسوي بوكسينج راح تنزل الماتيريال ومرات تنكسر وما تطلع صحيحة، بس من حنحوطها كلها حتطلع صحيحة. وحالة في حالة اللور
طبعا البرودكشن مال لينجوال بوردرز حتكون اسهل والتنج سبيس حيكون اسهل. هسه حنشوف شلون. اذا انا شلون اسوي هالعمليه، راح احتاج عندنا الماتيريالز اللي راح نستخدمها بالبوكسينج. ان اول شيء هو البيدنج ووكس. البيدنج ووكس هذا وين نشكله؟ نشكله بالبريفيري بالبوردرز، بس طبعا شنو، طبعا 2 تو 3 ملم بلو ذا بوردرز، حتى شنو حتى يطلع لنا شنو، حتى يطلع لنا كل البوردر مالتنا. فهذا هيك عباره جايبه عن عن شنو عن 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 ستروك اوف واكس. نجي نلزقه 2 تو 3 ملم فروم ذا بوردرز، نجي نشكله. ورا ما شكلنا البيدنج واكس، راح نخلي البوكسينج واكس. البوكسينج واكس اللي هو حيسوي لي على شكل بوكس، حيصير يحوطها للطبعة مالتنا. هو عبارة عن شيت اوف واكس يوز تو ميك ذا فيرتيكال وولز. اذا حتى شنو، حتى نحصل الفيرتيكال وولز حتى نسوي البيس مالتنا، which is attached around the outside of the beading wax strip. So it does not alter the borders. حتى ما يأثر لي على البوردرز. نخلينا هذاك السترب بعد لي اياها وصار 2 to 3 متر بلو. بعدين شو نخلي البوكسينج واكس. طبعا هذا حيعطيني فيرتيكال الوول مالتنا اللي عادة يكون من 10 الى 15 مليمتر. المرات نحتاج شنو، نحتاج البيس بليت واكس. هذا نحتاجه حتى نبني اللينجوال اريا، لان احنا من ناخذ الطبعه باللور مكان اللسان ما راح يطلع. فهنا انا شو نسوي، نبني حتى نبني شنو، حتى نبني مكان اللسان بالامبريشن، حتى يسهل لي عمليه البورينج تصير اسهل. فنستخدمه بشنو، نستخدمه باللور. بعد ما كملنا البيدنج والبوكسينج، راح نجيب الستون، حنخبطه according to manufacturer's instructions، وحتى نصبها الطبعة، وراح نفتحها حتى نحصل الماستر كاست. طبعا شنو الـ common faults in brushing making؟ مرات poor selection of tray، التري ما راح نكون اختارها صحيحة. insufficient material loaded in the tray، حتكون material قليلة. excessive material راح تسوي لنا مشاكل، البيج يصير عنده جاجنج او يضوج او ما يتحملها. و failure to press the tray completely، لازم التري نقعدها ونسوي لها centralization صحيح داخل البي داخل من قاعد بحق البيشنت. excessive seating pressure، مرات نصل الضغط قوي حيطلع لنا شنو، حتطلع لنا التري فوق يعني ما تطلع لنا الماتيريال، راح تطلع لنا التراي عندنا هواي. او مرات incorrect positioning of the tray before final seating and centralization، و obstruction of the proper flow of the material by lips, cheek or tank. يعني لازم نوخرهن وبعدين نسوي border molding. فهنا انا اشوف هاي هنا بالبوكسينج اللي قلنا شنو، قلنا اول شي نخلي ستيكي واكس حتى نقعد، وين نقعد البيدنج واكس 2 to 3 ملم away from the border. بعدين شو نخلي البوكسينج واكس اللي هو حيصير داير مدايرها، هي تشوف شلون حنخليها. شوف هنا حتى شنو، حتى نحصل على adequate thickness ونطلع border صحيح. هاي هنا وراها حنبلش شنو، حنبلش نخلي الستون ونصبها بالطبعة. هايها خلينا ستون مليناها كلها، وراها ما راح نفتحها حتى تطلع الماستر كاست ويا ادكويت ثيكنس وشنو وذ بيس. حتكون هاي هنا في حالة اللور هم نخليه 2 تو 3 ملم. بعدين شوف هنا ضفنا بيس بليت واكس مكان اللسان، لان هي الطبعة حتكون بس هاي بها هاي اليو شيب. هنا ايضا راح نصبها شنو حتى تطلع لنا الماستر كاست. شكرا جزيلا، اتمنى لكم التوفيق.